طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة والتي نبدأها كالعادة بأبرز العناوين. برنامج الأغذية العالمي يهدد بتعليق المساعدات في مناطق الحوثيين. بعد 3 أشهر من نفاذها، مصلحة الهجرة تعلن عن وصول الدفعة الأولى من الجوازات. ومن أخبارنا المنوعة، جوجل تطمئن مقتني هواتف هواوي، خدماتنا إليكم متواصلة. أهلا بكم. هدد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بوقف توزيع المواد الغذائية في مناطق سيطرة الحوثيين بسبب مخاوف من وقوع اختلاسات وعدم إيصال المساعدات لأصحابها، حسب ما جاء في رسالة اطلعت عليها وكالة فرانس بريس. وقال الموقع إن المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزيلي وجه رسالة إلى ما يسمى المجلس السياسي الأعلى لدى الحوثيين مهدي المشاط. الرسالة عبر فيها عن قلق عميق إزاء اختلاس مساعدات غذائية وتحويل مساراتها في المناطق الواقعة تحت سيطرة المتمردين. وقال متحدث باسم البرنامج في جنيف لفرانس بريس إن الرسالة صحيحة وقد حررها برنامج الأغذية العالمي، مشيرا إلى أن هذه ثاني رسالة من نوعها بعد رسالة أولى في ديسمبر. المدير التنفيذي للبرنامج أيضا دعا المسؤول الحوثي إلى التقيد بالاتفاقيات، محذرا من أنه إذا لم يتم تطبيق نظام اختيار المستفيدين والبصمة كما جرى التوافق عليه، فإن برنامج الأغذية العالمي لن يكون إلا أمام خيار تعليق توزيع الغذاء في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وأوضح أن العاملين في مجال الإغاثة في اليمن يمنعون من الوصول إلى الجائعين، بينما يتم اعتراض المواكب وتتدخل السلطات المحلية في عملية التوزيع، والأهم من ذلك وضعهم العديد من العوائق في طريق اختيارنا للمستفيدين. قالت منظمة مراسلون بلا حدود إنها تلقت أخبارا بشأن احتجاز الصحفي اليمني مروان المريسي والأردني عبد الرحمن فرحانة في السعودية. وأوضحت المنظمة في خبر نشر على موقع قناة بلقيس إن الأول ظل في عداد المفقودين منذ يونيو 2018 والثاني منذ فبراير 2019. وقال بيانه للمنظمة إنه بعد مرور عام على اختفائه حصلت عائلة الصحفي اليمني مروان المريسي أخيرا على أخبار بشأن مصيره. وأكدت زوجته في تغريدة لها أنها تلقت منه مكالمة هاتفية دامت بضع دقائق لتعلم للمرة الأولى منذ انقطاع أخباره أنه لا يزال على قيد الحياة. بيان المنظمة لفت إلى أن قضية مروان المريسي تشبه حالة الصحفي الأردني عبد الرحمن فرحانة التي تم الإخبار باحتجازه قبلها بشهر. كما أوضح البيان أن مكان اختفائه كان في الدمام شرق السعودية، حيث يقيم منذ أكثر من 30 عاما، وكان يكتب للجزيرة إلى حين تجمد العلاقات الدبلوماسية بين الرياض والدوحة. وأبلغت أفراد عائلته المنظمة أن السفارة الأردنية تلقت بلاغا من السعودية بالإفراج قريبا عنه دون تحديد أي موعد، وهو ما يفسر على أنه اعتراف باحتجازه حسب بيان المنظمة، مؤكدة أن سبب الاعتقال لا يزال مجهولا. توزيع أدوار ومسرحية أممية، هكذا وصف الكاتب محمد جميح في مقاله المنشور على موقع المصدر أونلاين بعنوان على هامش المسرح، حيث قال فيه: قبل أيام قال جريفيث لمجلس الأمن الدولي إن الحوثيين انسحبوا من الحديدة في مسرحية لم نكن نشاهدها قبل أن نعيش عصر الممثل الرديء عبد الملك بدر الدين الحوثي. طيب الذكرى الجنرال باتريك كاميرت قال بوضوح عقب النسخة الأولى من مسرحية انسحاب الحوثيين من الحديدة إنهم لم ينسحبوا. مكتب الأمين العام حينها سخر من المسرحية وقال إن أي خطوة من هذا القبيل لابد لها من مصادقة الأطراف الثلاثة
الحكومة اليمنية والميليشيات والأمم المتحدة. تذكرون أن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك ندد بعرقلة الحوثيين الوصول إلى مخازن الغذاء في مطاحن البحر الأحمر، فغضب الحوثي. وفي اليوم الثاني صدر تقرير آخر بعد أن تم حذف إدانة الحوثيين، ليتضح بعد ذلك أن الحذف كان شرطاً لاستقبال جريفيث في صنعاء بعد يومين من الإدانة التي استمرت ليوم واحد فقط. في الأعمال المسرحية توكل بعض الأدوار الثانوية لممثلين مغبورين، لكنهم يجيدون تقديمها، الأمر الذي يفاجئ المخرج ويكشف حجم الموهبة. هذا الدور في هذا المسرح العبثي. هل سمعتم عن نجمة التقارير المنقحة ليزي جراندي؟ سيدة تعشق الميليشيات من الضاحية الجنوبية في بيروت إلى الضاحية الشمالية في صنعاء. ظلت ليزا تتستر على ألغام الحوثيين التي حالت دون الوصول إلى مواد غذائية تكفي لعشرة ملايين جائع في اليمن، بعد أن ظلوا يمنعون إخراجها إلى أن فسدت بفعل الرطوبة وطول المدة. يقول موقع المصدر أونلاين إن مصلحة الهجرة والجوازات بالعاصمة المؤقتة عدن أعلنت عن وصول الدفعة الأولى من الجوازات المطبوعة حديثا، وبحسب الخبر الذي نشرته وكالة الأنباء الحكومية سبا فإنه سيتم توزيع الجوازات على كافة الفروع التابعة للمصلحة بالمناطق المحررة حتى تصل بقية الدفعات. يأتي هذا بعد توقف الجوازات منذ أكثر من 3 أشهر بسبب نفاذ الكروت وتأخر الحكومة في توفيرها. وأعربت المصلحة عن أسفها الشديد للمواطنين بسبب تأخر وصول الجوازات وعدم التزام الشركة التي تم التعاقد معها بالموعد المحدد. ونفت مصلحة الجوازات الشائعات المتداولة حول إتلاف 700,000 جواز من قبل الشركة، مؤكدة في الوقت ذاته احتفاظها بحقها القانوني في مقاضاة من قام بنشر وترويج مثل هذه الأخبار الكاذبة. وكان نشطاء قد دشنوا حملة على التواصل الاجتماعي تحت وسم وين الجوازات للضغط على الحكومة في القيام بواجبها وتوفير الجوازات للمواطنين الذين تعطلت حركتهم إلى الخارج. حول استهداف الحوثيين لمطار نجران في السعودية، يكشف موقع المشهد اليمني في صفحة متابعته عن حقيقة هذه الحادثة. ويقول الموقع: أظهرت بيانات الملاحة المتوفرة على شبكة الإنترنت أن مطار نجران في السعودية يعمل بشكل طبيعي، مما ينفي مزاعم روجها الحوثيون باستهداف المطار. وتظهر البيانات التي يوفرها موقع فلايت رادار المتخصص في رصد ومتابعة الملاحة الجوية حول العالم أن الرحلة اليومية التي تربط مطار نجران بالعاصمة السعودية الرياض انطلقت متأخرة عن موعدها المحدد، حيث أقلعت الساعة 7:40 صباحا ووصلت الرياض الساعة 8:55. ويبدو هذا التأخير معتادا، حيث تشير بيانات موقع فلايت رادار إلى أن مثل هذا التأخير يحدث بشكل دوري. وكانت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة لجماعة الحوثي قد زعمت أن الجماعة استهدفت مخزنا للأسلحة في مطار نجران مدعية نشوب حريق في المكان. من جهته قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف إن جماعة الحوثي قامت بمحاولة استهداف أحد المرافق الحيوية في مدينة نجران الذي يستخدمه المدنيون من مواطنين ومقيمين بطائرة بدون طيار تحمل متفجرات. اللغة العالية وحكم حجاوي. تكتب إجلال البيل على موقع يمن مونيتور مقالا تتناول نقدا لما آلت إليه اللغة العربية في زمن الإعلام الراهن وتقول فيه: لا بد لنا من العلم، ولا بد للعلم من أن يأتينا على ظهر اللغة العربية. هذه الجملة الطويلة التي يستهل بها الكاتب والإعلامي الفلسطيني عارف حجاوي برنامجه الرمضاني اللغة العالية، يعلي من قيمة شيئين عظيمين هما العلم واللغة، ويشد على أن يأتينا العلم بلغتنا العربية اللغة العالية. وكتاب معجمي بالأصل يتناول الكلمات بسهولة ويسر، ويعود إلى أصلها بطريقة سلسة وثقافة عالية. لا يقتصر الكلمة على اشتقاقها ومصدرها فقط، بل يطعمها بالقصص الظريفة، وهذا ما يجعل الكتاب مختلفاً عن غيره من المعاجم المعروفة. قيل إن هذا الكتاب مخصص بشكل أساسي للإعلاميين لأنه يعمل على سن ألسنتهم باللغة العالية الفصيحة والسلسة ودون مغالاة أو تقعر، كذلك بالمصطلحات الإعلامية والسياسية ومفاهيمها. ولكنني أراه وكثيرون موجهاً للجميع،
فاللغة العربية الصحيحة يجب أن تكون محل اهتمام الجميع وليس فقط لفئة معينة. في زمن الرداءة والإعلام نجد الكثير من الأخطاء الإملائية واللغوية التي لا يكلف نفسه الإعلامي عناء البحث والمعرفة، فنجده لا يفرق بين همزة الوصل والقطع، ومن هنا تأتي واحدة من أخطاء كثيرة، إذ يقف الإعلامي أمام شاشة الكاميرا لا يفرق بين كلمة تنطق حروفها بالكسرة أو الضمة. جميعنا يخطئ، وتكاد الأخطاء لا تنتهي مهما حرصنا على تجنبها، إلا أن اللبيب والنبيه يتعلم في كل مرة يقع بالخطأ. شاهدت مؤخراً الكثير من الصفحات التصحيحية للغة والإملاء في مواقع التواصل الاجتماعي كي لا نجد عذراً للجهل وقلة المعرفة بأمور بديهية. يقول موقع الشرق الأوسط إن اليمن قدم إلى الجامعة العربية خطط اقتصادية واجتماعية شاملة تتضمن محاور عدة في المجالات الصحية والتعليم والإسكان والسياحة، وذلك من أجل الإسهام العربي في إعادة إعمار البلاد وتنميتها. وقال مدير إدارة العلاقات الاقتصادية في الجامعة العربية الدكتور ثامر العاني إن الخطة تم تدارسها لبحث تنفيذ قرار القمة العربية التنموية، وقد استعرض الوفد اليمني الخطة ومحاورها والجدوى الاقتصادية لكل مشروع وتكلفته، مؤكدا أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع لمؤسسات التمويل العربية. وينص قرار القمة على دعوة الدول الأعضاء والمؤسسات المالية والصناديق العربية والمنظمات العربية المتخصصة والجهات العربية والدولية المانحة لتقديم الدعم الفني والمادي للجمهورية اليمنية في إطار برنامج تكاملي، كما ينص على دعوة الدول الأعضاء والمؤسسات المالية والصناديق العربية والجهات العربية والدولية المانحة لتقديم دعم للجمهورية اليمنية في مجالات مساعدة اللاجئين والنازحين وفي مجالات التدريب والتعليم الشامل والتغطية الصحية الشاملة، بالإضافة إلى برامج التوظيف والتمكين وبرنامج دعم المرأة وإعادة تأهيل الشباب والأطفال الذين تم تجنيدهم في الحرب. ومن موقع صحيفة الشرق الأوسط مقال بعنوان الأزمة ستغير طهران للكاتب عبد الرحمن الراشد، ويقول فيه: كل يوم يمر إيران تنزف خسائر هائلة، تفقد أكثر من نصف ما كانت تحصل عليه قبل عام بسبب تطبيق العقوبات عليها، ولو استمرت بمثل هذا النزف فإن النظام مهدد بالسقوط، لهذا نحن فعلا في وسط حرب دون أن نرى رصاصا. هذه المرة المواجهة ليست حربا دعائية بل معركة بقاء حقيقية، بخلاف المرات الماضية التي كانت جزءا من لعبة المساومات والضغوط والحصول على اتفاقات مناسبة. ردود فعل طهران قد تكون أكثر شراسة نتيجة نزفها اليومي، كما أننا لا ننسى أن على السلطة الإيرانية استحقاقات لا تستطيع المفاضلة بينها، كلها مهمة لبقائها وتمويل نشاطاتها الداخلية ودفع رواتب موظفيها، ولا ننسى أنها تمول كل السلع الرئيسية بمبالغ طائلة إضافة إلى مليارات الدولارات تدفعها سنوياً لميليشياتها التي تحارب في سوريا ولبنان واليمن وغيرها. إيران تعتقد أنها بتهديد ممرات الملاحة وناقلات النفط وقصف منشآت الضخ البترولية ستتسبب في رفع أسعار النفط، وسينجم عنها أزمة اقتصادية ضد أمريكا والعالم وتهدد موارد دول الخليج هي الأخرى. بذلك تأمل أن تدفع واشنطن وحليفاتها إلى التراجع عن الحصار أو التفاوض معها بشروط أفضل. لماذا لا تشن الحرب وبالتالي نختصر الوقت ويتم إسقاط النظام الشرير في إيران؟ تبعات الحروب دائما خطرة، ولا أحد يريد المزيد من الانهيارات والفوضى في المنطقة، فإن كان من الممكن إجبار النظام على تعديل سلوكه فهو انتصار أقل أذى، وإن رفض سيستمر ينزف وبالتالي مآله للانهيار. وهذا ما يدفع دول المنطقة مثل السعودية وكذلك الولايات المتحدة إلى تكرار القول لا نريد الحرب، لأنهم بالفعل يستطيعون تحقيق الأهداف النهائية من دون مواجهة عسكرية. ذكرت شبكة HBO التلفزيونية الأمريكية أن أكثر من 19 مليون مشاهد تابعوا الحلقة الأخيرة من مسلسل Game of Thrones صراع العروش داخل الولايات المتحدة. وأضافت الشبكة أن هذا العدد يتجاوز الرقم القياسي السابق للمسلسل في حلقته قبل الأخيرة، والذي سجل أكثر من 18 مليون مشاهدة. الشبكة تابعت قائلة: إن الحلقة الأخيرة أصبحت الحلقة الأعلى مشاهدة على الشبكة على الإطلاق،
متفوقة على الرقم القياسي السابق الذي سجله مسلسل الإثارة والجريمة آل سوبر آن في عام 2002. وبعد 8 مواسم وصل المسلسل إلى نهايته بوفاة أخرى غير متوقعة واعتلاء شخصية لم تكن مرجحة للعرش. وتطور المسلسل من بدايات غير متقنة إلى ظاهرة ثقافية. ونمت ميزانيته لتصل تكلفة إنتاج الحلقة الواحدة في الموسم الأخير إلى 15 مليون دولار وفقا لمجلة فيرايتي. وحاز المسلسل على العديد من جوائز إيمي التلفزيونية بينها جائزة أفضل مسلسل درامي. طمأنت شركة جوجل الأمريكية مستخدمي هواتف شركة هواوي الصينية بأن خدمات الشركة الأمريكية ستظل مستمرة في هواتفهم الحالية. جاء ذلك بعد تداول تقارير عن منع جوجل لهواوي من استخدام بعض تطبيقاتها وخدماتها عقب قرار الإدارة الأمريكية بمنع استخدام معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تصنعها شركات أجنبية. وقالت جوجل في منشور لمنصة أندرويد المملوكة للشركة عبر تويتر: بالنسبة لتساؤلات مستخدمي هواوي، فإننا نطمئنكم بأن خدمات مثل جوجل بلاي ستظل تعمل في أجهزتكم الحالية. وكان موقع مترو البريطاني أفاد بأن جوجل قررت تعليق المعاملات التي تتضمن نقل معدات وبرامج للشركة الصينية مثل تحديثات أنظمة أندرويد. ووجهت شركة هواوي انتقادات حادة للحكومة الأمريكية بسبب ما وصفتها بقيود مشددة على منتجاتها الواردة إلى أسواق الولايات المتحدة. وقالت هواوي في بيانها إنها على أتم الاستعداد للدخول في مباحثات مع الحكومة الأمريكية بغرض الوصول إلى إجراءات وآليات تضمن للأخيرة أمن وخصوصية منتجات الاتصالات. وتعتبر هواوي واحدة من شركات قلائل حول العالم التي نجحت في بناء شبكات ترددات الجيل الخامس وبدأت ببنائها في العديد من أسواق العالم. وذكرت الشركة أن دخول الولايات المتحدة لسوق خدمات الجيل الخامس متأخرة سيؤثر على تطور التكنولوجيا والمستهلكين لها من أفراد ومؤسسات. طغيان النهج الأمني وسياسات الحكومات غير الديمقراطية في بلاد العرب. يكتب السياسي المصري عمرو حمزاوي على موقع القدس العربي مقالا بعنوان درس الجزائر والسودان يقول فيه: كما تدلل القراءة الموضوعية للحالتين الجزائرية والسودانية، يمثل النهج الأمني أحد الإطارات الرئيسية التي توجه فعل وسياسات الحكومة غير الديمقراطية في بلاد العرب وتندرج بها ممارساتها. وحين يطغى النهج الأمني يصير سبباً لأزمة الحكومات الأخلاقية والإنسانية والمجتمعية وسبباً لتجريدها تدريجياً في مجال السياسات العامة من القدرة الفعلية على إنجاز التغيير الإيجابي حتى وإن عرف فقط بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. يرتب طغيان النهج الأمني التوسع المضطرد في العصف بسيادة القانون وفي توظيف الأدوات القمعية وفي السيطرة على الفضاء العام ونقاشاته عبر الغسل الإعلامي لأدمغة الناس. فمن جهة يروج للحكام على اختلاف ألقابهم بين الجمهوريات والملكيات كأبطال منقذين وهبتهم السماء للشعوب العربية لإنقاذهم من أخطار الفوضى وعدم الاستقرار. ومن جهة أخرى يشوه ويخون المعارضون السلميون ويجردون زيفا من كل قيمة أخلاقية وإنسانية ووطنية فقط لكونهم يدافعون عن حرية التعبير عن الرأي وحرية العمل السياسي والنشاط المدني. فنصبح إزاء الترويج الممنهج لمقولات مثل ليس هذا بوقت الحديث عن حقوق الإنسان والحريات والحديث عن القانون والحق والحرية ليس إلا ترفا خالصا، والأمة تواجه الإرهاب والعنف، ولننتصر على الإرهاب أولاً ونعطي للناس حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية ثانياً، ثم نفكر في حرية التعبير عن الرأي وحرية التنظيم فيما وراء ذلك وغير تلك المقولات الكثيرة والكثير. من صحيفة الجارديان البريطانية صور متنوعة، قالت الصحيفة إنها التقطت بواسطة مصوريها المحترفين في كل أنحاء العالم. نعرض عليكم بعضا منها في جولتنا المصورة لهذا اليوم، نتابع.
المنافسة لم تعد اليوم مقتصرة على الصورة والكلمة فقط، بل دخلت الريش فيها خاصة ذلك الفن الساخر الذي يختصر آلاف العبارات ومئات الصور في رسمة كاريكاتورية واحدة. إلى الكاريكاتير. وبهذه الرسوم الكاريكاتورية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.